إذن تحية طيبة للمتتبعين قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر حنا تتواجدوا مع حالة إنسانية صعبة جدا. الآن حنا تتواجدوا مع بدر الشاب اللي يعني في العمر ديالو 27 سنة، يعني اللي يعني تسكن مع والديه، مع الأم ديالو، الأخت ديالو، الأب ديالو، في بيت واحد هنا بدوار سراغنا بمقاطعة النخيل، في مقاطعة ديال مقاطعة رياض السلام. يعني تنشوفوا انه هذا الشاب هذا اللي كان مفعم بالحيويه وكان يعني نشيط، اللي كان تيخدم حلاق للنساء، يعني هو كان تيدير الحلاقه للنساء. يعني اي شاب واي شابه او اي يعني من هاد الشباب، انه اي واحد فيهم يعني من طبيعي انه يكون مدمن على المخدرات، مدمن على الـ يعني الـ يعني الممنوعات. القدر الله انه اللحظه والوقت فاش انه قرر بدر انه يستغنى على هذه الممنوعات، وانه ينتبه لحياته، ينتبه لعائلته، وانه دوير الزمان كي تنقولوا انه يجمع واش يعاون والديه يخرجوا من هاد الثقل ديال الكرا وديال البيت، انه يعيشوا في بيت واحد. قدر الله انه فقط وصفه واحده ديال الدواء تسببت ليه يعني في الشلل، والان بدر ولا عاله على الام ديالو، وتيشوف ان المستقبل ديالو ضاع. من خلال هذا المباشر كي تشوفوا متتبعينا، يعني نخليو الام انها تحكي لنا على لسانها. لالا هاي صوب الله ان شاء الله كل شيء الخير كاين في الدنيا، الخير كله في الدنيا والخير ان شاء الله في المغاربه. على العموم يعني بينك تحكي لنا على بدر، كي كان بدر من قبل. حاولي ترفعي صوتك مزيان الله يجزاك. خويا بدر كان بخير وعلى خير، كان بدر اللي صوره تيجيبها ليا. نعم. كان بدر اللي صوره تيجيبها ليا، كنت معاونه تندير الاسعار ترزق عاود تاني نخدم عند الدار، نخدم في نسل في الصناعه. نخرج من 4 الصباح 5 الصباح نجيب مع ديك 6 ولا 7 نطيب ولادي ماكلتهم ونقابل وليداتي. جات كورونا ما باقيش كنتمنى ناكل، ولي تنخرج تنسعى انا وولدي باش نطلب. بالفيلا في الباديه ما قلت فيه نطلب باش نجيب ولادي القوت ديالهم. يعني انت لالا تتشتغلي تتقادي شي المسمان و من جات كورونا ما بقيتش اللي دخل عليا الراجل ما خدامش، تنشوف راسي ما عنديش اللي عاون زيد ولدي، تنطلب بالفيلا في الباديه ما خليت في طاقت في تنطلب تنرى ولدي مريض وتنجرو معايا. نات ولا نضطر قلت لولدي غادي تقعد وليدي غادي، قلت لولدي دابا شنو سميتو، قال لي امي عالجي لها امي راني عييت راه نات غادي ما غادي. هادشي قبل ما امي يتعرض للشلل، قبل ما يتعرض له قبل هادشي تنقول لك على مدان غادي تنطلب انا ولي لها هذيك الربعه. قال لي امي لا عييت امي امي عييت، قلت لي مالك اوليدي، قال لي انا تنحشي عييت امي تنحشي دابا تكون ولا تلقى هادشي الصحه. قلت لها امي واخا لالا باش نمشيو ايطاب ايطاب. يعني بدر كان عنده الرغبه انه يحيد هادشي ديال المخدرات والممنوعات، كان عنده الرغبه باش انه يقابل العمل ويشتغل ويعاونك باش تخرجي من دار الكرا وتخرجي من هاد الضيق اللي فيه. قال لي امي لا خدمت وليت بخير على خير، غادي نخرج امي نكري شي دويره شي 43 تيشوي وانا شوي با شوي نكري ونخرج من هاد البيت واحد، راه بيت واحد هما اللي عايشين فيه حنا بربعه. يعني انتم اربعه الناس عايشين بيت واحد. راجلي راه شافوا السيد وبنتي، وانت تتشوف كلها طوتي نازله ولدي هنا تنازل تما البنت تنازله ولات تما. المهم بيت صحتك ديالها. المهم قلت الناس يهضروا لي تيقولوا شوفي ولدك يا ولا شوفي ولدك، وانا نقول لي ولا ولدي واخا هكاك باقي شاد شويه تا يخرج يهضر يتكلم مع الناس. قلت له راجل عرفتي شتي راه تيمشيو لمرشيش وغادي نشوفو كيفاش، راه قال لي كاين شي بلاصه في مرشيش تيعالجو. دخلت مشيت عندهم عطاتني الدواء الاول، قلت لي صيما نرجع عندي، رجعت عند الصيما. هادي طبيبه؟ فين هنا بلاصة؟ هنا بلاصة مرشيش، في مرشيش هنا في مراكش، مستشفى الأمراض العقلية بمدينة مراكش، هي اللي عطاتك تريتمون باش يتعالج الإبن ديالك. الأولى وليت مشيت للجمعية، الجمعية ديال بنطوف، أي واحد الجمعية كاين واحد الجمعية ديال. حاولي ترفعي صوتك لالا مزيان، حاولي ترفعي صوت. مشيت للوحدة الرابعة واحد الجمعية، دخلت ليها طلبتهم رغبتهم، اتصلت بهم التليفون قال لك صوري داكشي وصيفطيه لنا، صوروا لي الناس. مشيت عندهم قلبت على الجام ديال بن صوف داك ديال سيدي داوود، الجام تاع سيدي داوود، خرجوا لي داك الدواء عطاوه النص خلصتو انا النص خلصو هو خلصو هما، جبت داك الدواء الولد تيشربو تيخرج ليا ولا الولد تيخرج تيقول كمان قعدت هاد الماء الدواء تشربي ليك بحال تدخل الماء على القرع يعني ما قادي والو. رجعت عند الطبيبة رجعت قلت لها اختي ولدي راه ما بغي يقعد ياسر راه داك الدواء ما قدا ليه والو. يعني هو قاعد في الدار ومتبع الطريتمو ديال الدواء ديالو. الدواء تبع
وداك الدواء بحال ما تشرب والو ما تاكلش. رجعت عندهم هي باش قيدات لي الدواء قالت لي تدخلي للقاع ما مشيتش غادي تقبضي على الدواء غادي تشريه انتيا. وواش عطاتني سكاري بدا في الاول عطاتني سكاري باش دوز الدواء الاول ديال الفن عطاتني سكاري. دخلت ما عنديش الراميز الا قلت بين ديال الراميز هادشي تصحح بسرعه. دخلت طلبت الناس كيف حالو جاك داروا لي الراميز داروا لي تحليه الدم حتى الوحدات اللي من 10 ونص حتى الوحدات اللي عاد جينا الوحدات اللي ملي جينا جبنا سكانير. سكانير ما تقلبش سكانير ما تقلبش وتحليه الدم ما تقلبهاش. ملي قلت لك عندها قلت لها كنوكر قالت لي دير السكانير ديال 80000 ريال 80000 ريال بغيت نجيبها خويا ما عنديش. ما خليت بكيت ما خليت غوت ما خليت مشيت من الباح وانا قاعده عندهم لي حتى واحد لقيطه حتى ديك الثلاثه ولا الاربعه ما كاينش. ونضطريت رجعت عندهم المرشيش رجعت عندهم المرشيش غوت قلت ولدي ضربتو تاعت الزنقه ما خليت. ما قلت لي انت اللي جبت لي هذا الشيء ومي بنت جيبها 80 نصبروني نضروني. قال لي واحد السيد واحد المحسن قال لي تدخل معايا ب 40 40 نعطيها لك. انا قلت لي 40 بغيت نجيبها ما عنديش 40 منين نجيبها راني الحاله كي جاب الله من قيطه ناكلو في كل شنو غادي تنضمقو مع الناس حتى نمشي تنطلب المارشي الخضره باش نجيب باش يعيش ولادي. يعني لالا انت تتمشي للمارشي باش تجمعي شويه الخضره باش تجي تعيشي. انا كنت كصعاب صحيح كنت بخير على خاطر تمشي نطلب الخضره في المارشي المارشي تحس الصناعي تنطلب الخضره باش نجيب ولادي باش يعيشوا باش نعاون شويه هكا الا زديت واحد القنت نلقى باش نعيش. المهم جيت عندها دخلت عندها قلت لها اختي 80000 قاس عاليه قلت لها الدواء اللي درتها خرج لي على الولد. قالت لي انا ما عطيناك لا دواء لا والو. قلت لها جيب الولد شوف. يعني مشيت عند هذيك الطبيبه قلت لها راه الدواء اللي عطيتيني خرج عندي جوج طبقات. قال لي اش هاد الفوضى دايره. قلت لها ولدي يموت ليا ولدي قلت لها ولدي يموت ليا. قال لي ما لا ما ديروا ديك اللي سيري لحالكم جيب لنا هادي جيب لنا هذا اللي قلت لكم دابا 80000 ريال وندخلوها. حنا شاكين شحال نتوما ما قلبتوش الراديو تقول لي شاكين. جيت على تي قلت له هاد الورقه هو يقول لي هو تبعي ليه دواه. قال لي هاد الولد بغا يموت خرج غوت خرج الزقه غوت ضرب بيا الناس. جبت ولدي قعد وليت تندور للناس باش يعاونوا لي بهاديك سميتو. ويقول لي راجل عاد تشري لك الورقه ديال ديك الدواء جي سولي. فعلا سولت اخويا لقيتها ديال الاعصاب. واش قلتي تنعالج فيه بالادمان ولا تندير لي الاعصاب؟ هادشي اللي دابا تنطلب يا هاد السيده يخلصوا لي حقي منها وجيب ولدي كرداتو ليا. ولدي ما كانش ليا هكا ولدي كان تيوقف وتيهضر وتيتكلم. ولدي الهضره ما بقاتش تتفرز ليه الا ما جيتي حداه ما تسمعوش اش تيقول. الا ما وكلتوش ما ياكلش الا ما شربتو ما يشربش. الكابينه دابا ولا تيطيح ليا في الكابينه بزاف تيدخل الكابينه حاجه تيطيح. الولد ما بقاش عنده الجد. يعني الوقت فاش كنتي تنتظري بادر انه يعاونك في الزمان وانه يتداوى باش يخرج باش يجري يعاونك انت ووليداتك ولا سميتو تخرج من كان السبب ديالو تريتمون يعني ورقه ديال الدواء ودواء ديال الاعصاب. تيخرج عند صحابو دابا تيخرج دقيقة نخرجو كنت بيدي تيدير هاكا تيميل كلها وتاكل خدخلي له الدار راني ما قدرتش نقعد مبقاش عندو الجد باش يقعد. خرجت عليا هاد السيدة خرجت عليا خدات لي على حياتي. كون كان ولدي ما وقع لي جات شكون خارجة نخدم نقلب فين نخدم. دابا راني دابا مقابلة ولدي كيف علاه مقابلة شي دري صغير. يعني ما باقيش تخدمي وليتي مقابلة بدر. سيدي كراتي تسالني 80000 ريال في هذا البيت تسالني 4 شهور. 4 شهور ديال الكرا مجمع عليه. 4 شهور مجمع عليا الكرا ما عنديش بلا نخلصها ما عنديش. والعدادة ما عندي من دخل حتى شي حاجة. ولدي لا إله إلا الله. ولدي غادي نلقى مات ما كاينش هذا البنت ما عرف عليهش. الولد هو راجل ما تقلت عليه هذه صغيرة عندها 12 عام ما يمكن ليهاش. وهذا خويا الله عطا الله انت تشوف. يعني انتم 4 الناس ساكنين في هذا البيت هذا يعني بيت مشاركين مع الناس واخا لاله. بدر تدويشي شويه اخويا حبيبي. يعني انت كنتي بديت برا بديت برا من هذاك الشيء ديال المخدرات يعني قرقوبي وداك الشيء وبتجي تخرج تعاون الوالده يعني بديتي انت باش يخلي الله يجزك بخير. يعني بينك تشوف انه يعني حياتك دروك ضاعت بدر ياك. ضاعت اخويا ضاعت. يعني شنو هو النداء ديالك بدر؟ نتمنى الله يا ربي بنتي لقيني بنت الناس تلقى خير خير سلام. باش اختي كبير نكبر اختي تاع خير سلام تاع هي. يعني بنتي بنت الناس تلقى معاها باش تقدر تقابلك باش انها تقدر تعاونك في الزمن وتعاون والديك. والديا تاع هي اختي الصغيرة تاع هي ولدك تاع هي الاخر. يعني دروك تشوف بانه هو انت ضعتي وعائلتك ضايعة اللي قاعدة فيها. على وجهي ضاعت مو بيجي نضاعوا اختي الصغيرة.
شو ماله هاي ما تقدر تحرك لا رجليك لا يديك لا تلعب ترك كلشي ضار ليا كلشي ضار ليا وكنتي تدخل مصروف من الخدمه اللي كنت تدخل ديال الحلاقه حلاقه العيادات نعم ستاجر نعم ستاجر ستاجر ايوا هذا مكتب الله مكتب الله كتاب الله خويا الله يشافيه وينزل الشفاء. اذا على العموم متتبعي قناه شفتي من خلال هذا المباشر كما تشوفوا بدر اللي كان عنده 27 سنه يعني كان يخدم في صالون الحلاقه الحمد لله كانت الامور ميسره يعني تدخل مصروف الام ديالو اللي كان يعني تتمشي للمارشي باش يجمع شويه الخضره التعاون مع الزمان عند اربعه الوليدات وعند الزوج ديالها عايشين في واحد البيت واحد يعني كلهما ب 1000 درهم يعني تنعسوا فيه تنعسوا يعني هنايا في هذا المنزل هذا على العموم يعني تشوفوا ان الام يعني كانت الام الامل ديالها والهدف ديالها انها تعالج الابن ديالها بعد ما مشات لمستشفى الامراض العقليه وعطاوه تريتمون باش انه على اساس انه باش يتعالج من الادمان ويساعدها في الزمان ويساعدها في دوير الزمان الان يعني كان خطا ديال الطبيبه اللي عطاتو يعني واحد تريتمون يعني واحد ديال الدواء ديال الاعصاب كانت السبب ديالو فهاد الوضعيه ديالو الصحيه دروكا كي تشوفوا متتابعينا من خلال هذا المباشر يعني تشوف انه هاد الام هذه ولات بين نارين يعني ولات واحله ما حيلتها ان تقابل الابن ديالها يعني توفر ليه الراحه ديالو يعني باش دير الطواليت حاشاكم وعزكم الله باش ان تاكلوا باش ان تشربوا باش ان تمشي هي تقلب على طرفه الخبز وتعاون راسها وتعاون وليداتها وتعاون الزوج ديالها في هذا الزمن هذا. اذا هذه رساله تنتمنوا من ان وزير الصحه على راس وزير الصحه المندوبه ديال وزاره الصحه ديال مراكش اسفي الناس المدير ديال المشرف على مستشفى الامراض العقليه الناس المسؤولين انهم خصهم يفتحوا تحقيق في الحاله ديال بدر يعرفوا اشنو السبب علاش هذيك الدكتوره عطات هذيك التريتمون الخطا لهذا الشخص هذا ودمرت لحياته ودمرت الحياه ديال هذه العائله هذه اللي تجمعت عليهم اربع شهور ديال الكرا في هذا المنزل هذا اللي تتسلم دروك 80 فريال المولدات تتسلم خصهم انهم يعطوها ليه. اذا على العموم تنتمناكم كذلك المحسن انهم ذوي القرب الرحيمه المحسن ذوي القرب الرحيمه خصهم يتحركوا الله يجزيكم بخير وطول عمركم تنعرفوا بانهم محسنين في هذه الظروف وفي هذه الظرفيه يتحركوا وتيحنوا باش يعاونوا هذه الاسره اللي مجموعه على اربع شهور ديال 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 ديال, ديال, ديال الكرا بالاضافه الى المصاريف ديال العلاج ديال الابن رضا بالاضافه للام مسكينه اللي قاعده في الدار ما بقاش قدرت تخرج باش تخدم باش تعاون راسها وتعاون وليداتها وتعاون بدر. اذا على العموم تنتمنى لكم انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف باش تساعدوا هذه الاسره لانه في امس الحاجه لكم في هذه الظرفيه وخصوصا اننا على ابواب العيد الكبير الله يجزيكم بخير. يعني هذا امل وهذا رجاء وهذا نداء من الام ديال بدر انكم تنتمنى لكم انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف باش انه يعني على الاقل المساعده ديال هذه الاسره. تحياتي لكم شكرا على المتابعه شكرا تتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه جميع متتبعي قناه شوفي من خلال هذا المباشر.